قتل 3 جنود وجرح آخرون في هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية واقعة على مداخل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وقالت مصادر اليمن شباب إن هجوما مسلحا على نقطة تابعة للقوات الخاصة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية أسفر عن مقتل 3 من جنود النقطة وإصابة 3 آخرين. بلغت صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى خلال العام الماضي 2013 حوالي 190 ألف طن بقيمة تصل إلى أكثر من 298 مليون دولار. وأوضحت وزارة الثروة السمكية أن تلك الكمية من الأسماك صدرت إلى 45 دولة عربية وأسيوية وأفريقية وأوروبية. كشفت وزارة الداخلية عن ضبطها ل13 شخصاً من أفراد عصابة الاختطاف التي تورطت في اختطاف المواطن الإيطالي الذي يعمل في منظمة الأمم المتحدة الشهر الماضي. وأوضحت الوزارة أن المتهمين المضبوطين في أمانة العاصمة ومأرب تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم الاختطاف التي وقعت خلال الفترة الماضية، واصفة تمكنها من ضبط المتهمين بأنه نجاح أمني متميز. شارك المئات من أبناء الفئة المهمشة من مديرية المعافر وجبل حبشي في مسيرة حاشدة جابت شوارع تعز وصولاً إلى مبنى المحافظة، وذلك احتجاجاً على هدم مساكنهم من قبل نافذين. وطالب المحتجون قيادة المحافظة حمايتهم من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها والمتمثلة بهدم منازلهم وتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم. طالب سكان محليون بمديرية عتمة محافظة ذمار بإلغاء قرار تعيين متخصص بالآثار مديرا لمكتب الصحة العامة وتعيين آخر من ذوي الاختصاص بدلا عنه، والنظر بعين المسؤولية والاعتبار في الوضع المتردي الذي يشهده مكتب الصحة بالمديرية. وذكر مصدر محلي مسؤول بالمديرية اليمن شباب أن المسؤول الجديد لمكتب الصحة يحمل مؤهلا جامعيا في الآثار، مطالبا وزير الصحة بإيقاف العبث الحاصل في مكاتب الصحة بالمحافظة والمديريات. أشاد نائب السفير الفرنسي بصنعاء ألان بوكلير بتجربة الأديب والروائي الكبير زيد مطيع دماج ونقل رواية الرهينة إلى الفرنسية لكاتب من أشهر الكتاب اليمنيين. جاء ذلك في احتفالية أدبية بالذكرى 14 لرحيل الأديب والروائي زيد مطيع، شارك فيها عدد من الأدباء بالمركز الثقافي الفرنسي بصنعاء. وتم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان دماج ورهينته وقراءة مقتطفات من رواية الرهينة باللغتين العربية والفرنسية. تمكنت وساطة قبلية للوصول إلى اتفاق بين قبيلتي القفيلة والقراميش بمحافظة مارب بعد نزاع دام لأكثر من 100 عام على خلفية حدود متنازع عليها منذ أكثر من 100 عام وسقط فيها الكثير من القتلى. ووافق مشايخ القبيلتين على الحكم الذي أصدره الشيخ خالد الأقرع لحقن الدماء وحفظ الأنفس، معبرين عن شكرهم لكافة الوساطات القبلية التي شاركت في إخماد الفتن والإصلاح بين الناس. كشفت مصادر عليمة في الأمم المتحدة عن تسميتها الخبراء 4 الذين سيشغلون عضوية لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن. ونقلت يومية المصدر عن المصادر أن مساعد الأمين العام جيفري فيلتمان اقترح على لجنة العقوبات أسماء 4 خبراء، 2 منهم عرب، وأسماء الخبراء هم كارميلا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد من بريطانيا وألما عبد الهادي من الأردن والموريتاني محمد محمود ولد محمد. يتواصل بالصالة الرياضية بمحافظة إب معرض الصور الفوتوغرافية والمسابقة الأولى عن طريق إعلان إب عاصمة اليمن السياحية. واشتملت صور المعرض على صور سياحية وتاريخية وطبيعية وموروث شعبي وعادات وتقاليد وغيرها من الصور المعبرة. We'll be right back.
توعدت الحكومة بإجراءات رادعة ضد محطات الوقود التي قالت إنها تتلاعب وتحتكر المشتقات النفطية متسببة في إيجاد أزمة تموينية في الأسواق. وقال مصدر حكومي إن أزمة المشتقات النفطية ناتجة عن الاحتكار والتلاعب الذي يقوم به من وصفهم بضعفاء النفوس من مالك المحطات بغرض الكسب غير المشروع من خلال بيعها في الأسواق السوداء، ومؤكدا بأن الأجهزة الأمنية في المحافظات ستنفذ وبالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة حملة أمنية شاملة لضبط محطات الوقود المخالفة والمتورطة في أزمة المشتقات النفطية، وخاصة مادة الديزل التي يتزايد عليها الطلب يوما بعد يوم. اتهم فريق حقوقي زار قبل أيام مناطق المواجهات المسلحة في محافظة عمران، اتهم جماعة الحوثية المسلحة بقتل 232 شخصا وجرح 710 آخرين بينهم 7 نساء وطفل، وتدمير 150 منزلا و49 مدرسة و4 مرافق صحية ومحكمة و17 مسجدا. وأوصى الفريق الحقوقي بتشكيل لجنتي تحقيق محلية ودولية للوقوف على تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي المسلحة بحق المواطنين في محافظة عمران، مطالبا في ذات السياق رئيس الجمهورية والقيادات العليا في الدولة الوقوف بمسؤولية وطنية إزاء ذلك التمرد المسلح ووقف زحف الحوثيين وتوسعهم المسلح. حثت المنظمة الحقوقية الدولية Human Rights Watch الولايات المتحدة الأمريكية للتعجيل بالإفراج عن المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو وتمكينهم من العودة إلى أهلهم. وقالت المنظمة في خطاب وجهته للرئيس باراك أوباما إن الاعتقال المطول والاحتجاز لأجل غير مسمى للمعتقلين دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم يخلق معاناة كبيرة لعائلاتهم ويعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. قال مدير البيت اليمني للموسيقى فؤاد الشريبي إن البيت وثق منذ تأسيسه 45,000 أغنية يمنية متنوعة من أغاني التراث والموشحات وأغاني الأطفال والمواسم الزراعية وفق بيانات تتضمن هوية الأغنية وزمن ونوع ولون الإيقاع. وأكد الشرجبي خلال فعالية ناقشت في العاصمة صنعاء الأغنية اليمنية وحقوق الملكية الفكرية، أكد على أهمية تأمين وحماية حقوق المؤلف من خلال نظام إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين وفرض عقوبات صارمة ورادعة ضد المعتدين على حقوق الملكية الفكرية. أشهر في العاصمة صنعاء المنظمة الوطنية للتنمية الإعلامية كمنظمة مدنية تهدف إلى تأهيل الإعلاميين الشباب وتنمية وتعزيز قدراتهم وإبراز إبداعاتهم. وأكد القائمون على المنظمة أنها ستسهم في الرقابة الإعلامية على الفعاليات السياسية المحلية والدولية والعمل على إقرار ميثاق شرف إعلامي يمني والرقابة على تطبيقه. يواصل المئات من طلاب جامعة ذمار فعالياتهم الاحتجاجية للمطالبة باستئناف الدراسة الموقوفة منذ أشهر. وأقدم الطلاب المحتجون لليوم الرابع على إغلاق البوابة الرئيسية للجامعة مانعين الدخول والخروج منها، ومطالبين بسرعة بدء العام الدراسي وإعلان نتائج الفصل الماضي وكذا توفير المعامل والقاعات الدراسية والكادر التدريسي. أكدت ندوة حوارية في العاصمة صنعاء نظمتها اتحاد جامعة العلوم والتكنولوجيا للطالبات على أهمية دور طلاب الجامعات في دعم ومناصرة مخرجات الحوار الوطني الشامل. وأشاد المشاركون في الندوة التي ناقشت دور الشباب في دعم مخرجات الحوار الوطني بجهود الشباب والمرأة في ثورة التغيير وفي إنجاح الحوار الوطني والتوعية بأهمية الحوار الوطني ونشر مفاهيم المخرجات وتعزيز المشاركة المجتمعية. اختتم في العاصمة صنعاء دورة تدريبية لأكثر من 50 متطوعا في مجال الطوارئ للنازحين بمحافظة عمران، وتلقى المشاركون وعلى مدى أسبوع تدريبا متنوعا ومحاضرات عن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في أماكن النزوح.
تسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين تضمنت دعوة للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفوكس الذي تستضيفه العاصمة عمان خلال شهر مايو القادم. ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبا، فإن رسالة الملك عبد الله الثاني أكدت وقوف الأردن إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، وأبدت استعدادها لتقديم جميع الخبرات والإمكانيات التي من شأنها الإسهام في عملية البناء والتنمية في اليمن. أصيب رئيس مجلس شورى حزب الحق الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير وقتل اثنين من مرافقيه في محاولة اغتيال استهدفته ظهر اليوم في العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان ليمن شباب إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين هاجموا سيارة الدكتور الوزير أثناء مرورها بشارع العدل تقاطع الزراعة، ما أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه وإصابته ومرافق ثالث، في حين تمكن الجناه من الفرار عقب الحادث. كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأوضاع الاقتصادية والأمنية واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها. وقال الوزير بن طالب في حوار مع يومية الثورة إن اللجنة الحكومية التي هو عضو فيها ستجتمع قريبا لاتخاذ قرارات من شأنها التخفيف من المعاناة المعيشية للمواطنين. وأوضح بن طالب أن وزارة الصناعة والتجارة تقود مشروعا لإدخال الطاقة الشمسية إلى قطاعات كثيرة في اليمن أهمها قطاع الزراعة والمياه، وهو المشروع الذي قال إنه سيوفر سنويا قرابة المليار دولار. أكد كبير خبراء الصحة في البنك الدولي على حامد أن البلهارسيا أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بعد الملاريا في اليمن التي قال إنها سجلت 3 ملايين حالة إصابة بالمرض. يأتي هذا في حين أكد المركز الأمريكي لمراقبة البلهارسيا أن معدلات الإصابة في اليمن انخفضت إلى النصف بفعل حملات التوعية واتساع نطاق معالجة الأمراض المتصلة بالفقر. وطالب المركز الأمريكي الحكومة اليمنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتنقلة وتحسين إمكانية الحصول على المياه المأمونة، وكذلك خدمات الصرف الصحي والقضاء على المستنقعات المائية المسببة للمرض. أشاد محافظ تعز شوقي هايل بالدور الذي تقوم به مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية في رعاية واهتمام وكفالة الأيتام. جاء ذلك في المهرجان الرابع لليتيم والذي أقامته المؤسسة بمدينة تعز تحت شعار حتى لا يقهر اليتيم. وقال في كلمة له خلال المهرجان الرابع لليتيم إن اليتم ورغم مرارته وقسوته يكون طريقا للمجد وبوابة للعظمة، معلنا تبرعه ب5 ملايين ريال لصالح أيتام مؤسسة الرحمة. تظاهر في العاصمة صنعاء العشرات من موظفي الاستكشافات النفطية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف مستحقات التأمين الصحي. وفي مدينة الحديدة تظاهر العشرات من موظفي شركة النفط رفضا لتعيينات مركزية لمسؤولين إداريين في الشركة، وندد المحتجون بقرارات التعيين التي قالوا إنها تجاهلت الكوادر المؤهلة من العاملين بفرع الشركة في المحافظة. تظهر في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة عمر بن الخطاب احتجاجاً على تردي الأوضاع التعليمية فيها، وشك المحتجون من الغياب المتكرر للمدير والمدرسين الأمر الذي قالوا إنه أضر بالعملية التعليمية وتسبب بتدني التحصيل العلمي للطلاب.